ايوه عشان بص السينا هو قاعدين عمته وصل البالونات الحلوه. هو انت بعت مين كل ده عشان شاهين سواق جديد؟ طيب 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 احنا طالعين اهو. يلا سلام سلام سلام. ايه يا حبيبي ايه يا حبيبي هو لسه سخن مش زي الصبح بس برضه ناخده عند الدكتور عشان بالليل ما يسخنش. طب يلا السواق واقف بره. يلا بينا. ايه ده انا نسيت شنطتي هطلع اجيبها واجي. انت عايزه شنطتك بس في ايه دلوقتي؟ ما هو طارق عارف ان انت معايا لو رنلك وما رديتيش عليه هيتصل بيكي على موبايلي. يلا نلحق الدكتور. فيها التليفون وفيها المحفظه يا حبيبتي. يلا ماشي ماشي يلا بينا. يلا يلا يا روحي انا هنروح مشوار. يلا يا بنتي وقفتي ليه؟ يلا يلا هتاخدنا مداري الحبشي عارفه؟ اه عارفه يا فندم عارفه. انت اسمك ايه؟ عبد العزيز يا فندم. رشد اللي انا هعرفك عليه دلوقتي هو ده الديل اللي بيجيب لي هيروين بقاله كتير قوي. وما تقلقيش يعني انا عارفاهم ودخلت بيتهم وناس ولاد بلد وجدعان ومش هعملوا اي حاجه. ها طيب رشد. سمر رشد. اهلا وسهلا فتون. اهلا يا حبيبتي. اهلا يا اختي اسم الله عليك. الهالم اعرفها بقالي كتير جدا واكتشفت بالصدفه انها بتعرف تجيب كوك. ده انا بقالي اكتر من سنتين داخل على الكوك ده مش عارف اجيبه لحد ما الست هانم قالت لي عليكي. يعني انتوا عايزين تعرفوا السورس عشان تديروا معايا في البيزنس؟ وماله يا حبيبتي؟ ليه بزنس؟ مش كده يا اخويا بزنس؟ شارلي بيجي من بره مصر واللي بيجيبه انا ما اقدرش اقول لكم عليه. ولا راشد مين شارلي ده؟ بعدين بقى يا ستي ما تقولناش عليه بس انت قولي له بس في ناس عايزين ياخدوا كميه وهم هيشتغلوا فيه. خلاص اوكي جبتها شويه يعني. خلاص يا حبيبتي مع على الرسول الا البلاغ اسم الله عليكي. اوكي انا همشي باي باي. طب استني طيب هجيلك يا رشد. ها رجع لك تاني استنى. ماشي اللي احنا فيه ده هو ده في مصر يا اخويا؟ مين دول؟ تعالي بس تعالي